لو تلاحظ هذه الفعالية عنوانها تحت مكتوب الـ Combination Shooting Drone، يعني تمرين الربط بما يعرف شوتينج، لكن هو من المهم أن تنظر إلى الرسم المنقطة وشوف العمل البدني الممتاز. هذه كلها تتم في تقريبا في حدود منطقتي جزاء لا أكثر ولا أقل، يعني دائما يكونون اللاعبين بالوسط، شوف شلون عندهم كرات يكونون منطقة جزاء ثانية تخيلية أو علامات التبع، فيبي واحد زوج واحد بالركض السريع ثم يغيرون اتجاه الركض مالهم باتجاه زميلهم الحائز على الكرة، فزميلهم الحائز على الكرة يلعب الكرة لأي من اللاعبين، هنا لعب الكرة للاعب الأول الفوق، اللاعب الأول الفوق ما عنده شغل غير يلعبها للجناح، لمن؟ لزميل الثاني اللي راح يستدير في لحظة تمرير الكرة من واحد إلى واحد فوق ويركض باتجاه خارج منطقة الجزاء لاستلام الكرة هناك، بينما اللاعب اللي لعب الكرة يتهيأ بأسرع ما يمكن لمهاجمة الكرة التي سيلعبها اللاعب واحد من منطقة الجناح أو من خارج منطقة الجزاء لتصويب على المرمى. فاللاعب واحد اللي عنده خط التماس سيكون يعني يبني لعب لمنطقة الجناح ويصوب الكرة، واللاعب واحد اللي للداخل ينفذ نفس الركض لكنه ما يعمل أي شيء للكرة فوق، وإنما كل ما يعمل أنه لما يرى أن اللاعب واحد صاحب الكرة سلمها لزميله هو ينطلق إلى منطقة الجناح لاستلام الكرة هناك ولعب الكرة وتهيئتها أمام اللاعب نفس اللي لعب الكرة للجناح للتصويب على المرمى، ويرجعون خلف زملائهم يعني شوف هم قريبين صاروا عليهم خلفهم بنفس الوقت من تنتهي ينتهون دور الاثنين يبدون رقم اثنين نفس الفعالية نفس الفعالية، فيبدلون مراكز يبقون على نفس الشيء. هذا التمرين إذا وضع بسؤال وخلك أحد المحاضرين ما هو الخطأ في هذه الفعالية أو كيف يمكن أن تضيف واقعية لهذه الفعالية، أقول المشكلة في هذه الفعالية أن اللاعب رقم واحد اللي لعب الكرة لم يفعل شيء، فقط لعب الكرة، من المفترض أن يكون مهاجم ثاني مع اللاعب رقم واحد في منطقة الجزاء، من المفترض من ناحية how to coach، لأن هذا اللاعب هو مو مجهز فقط وإنما لاعب زين وليس مدرب وليس مجهز وإنما مشارك في فعالية تدريبية، فالواحد الكرة من يلعبها إلى واحد اللي ما عنده كرة، والواحد اللي ما عنده كرة يلعبها للجناح ينطلق لها واحد اللي يكون قريب لداخل الساحة، بينما واحد اللي لعب الكرة إيش يعمل؟ يعمل مهاجمة الكرة البوكس مع اللاعب الواحد لاحظ حركة خمسة، فيكون هناك لاعبين في منطقة الجزاء هم اللاعب اللي لعب الكرة إلى منطقة الجناح واللاعب اللي لعب الكرة الأولى، فيكون هنا عندي لاعب اتحرك إلى منطقة الجزاء يصبح هنا اللاعب وهنا لاعب، تكون الأوبشن أكثر بالنسبة للاعب رقم واحد في منطقة الجناح. هذه الأشياء المحاضر المدرب ينتبه لها، لا في حتى أنا أقع في خطأ مرات عديدة سهوا أنه هو لاعب يعمل بناء ويقف في مكانه، وهذا خطأ كبير، هو لاعب يعمل بناء ويشارك في الهجوم مع زميله رقم واحد الآخر، فيكون هناك اثنين في منطقة الجزاء، وهكذا بالنسبة للبقية. أنا أبحث الآن يعني أسعى لأن أصل مع المدرب إلى التعرف على الأخطاء اللي نقع بها بالتدريب. أنتم ما تقعون بأخطاء، بس أنا أقع بالأخطاء، ما أستحي سهوا
غفلة نسيان تمر بكل مدرب مثلا أقول لكم أنتم يعني زينين الحمد لله وشكرا، لكن أنا هاي بالنسبة لي جدا مهمة جدا حيوية جدا حيوية. وما هو الخطأ الآخر اللي نقع إحنا فيه بالرسم؟ لما اللاعب رقم واحد يستلم منطقة الجناح ويلعب الكرة من هذه المنطقة للاعب زميله عنده قوس الجزاء، لما يصوب اللاعب يكون هذا في تسلل، ولذلك يجب هذا أن أما يسوي ستيبنج للخلف أو يدخل منطقة الجزاء يقدم إسناد لمن؟ للاعب واحد اللي الآن هو في مرحلة التصويب يكون ساند إليه ويكون خارج منطقة التسلل. بس هذا يسموه تتبع الأخطاء في الفعالية التدريبية المدرب يسوي عليها كوتشينج. هذا الكوتشينج بوينت. الكوتشينج بوينت شنو؟ الكوتشينج بوينت دائما ابحث عن الصحيح والأخطاء احذفها في المحاولات الأخرى. قل للاعب انتبه، انت لعبت الكرة اللي داخل منطقة الجزاء لكن انت ما سويت ستيبنج للخلف، ولو انت لو عند خط الهدف المفروض تسوي ستيب اوت يعني تخرج من الساحة بس عشان لا تكون في وضع تسلل، او ترجع مباشرة مع انت تلعب الكرة الى زميلك وتهيئها على الهدف، ترجع شوف من مكان تهيئة الكرة ترجع تقدم إسناد لزميلك، ومن هناك جاء واحد فيكون احنا تقريبا ثلاثة في منطقة الجزاء بعيدين عن التسلل. أسأل الله لي ولكم الصحة في شيء. هاي التمارين التقليدية، هاي التمارين اللي سميتها عن الأداء الفني يساوي تكنيك and skill. شكرا جزيلا. Oh shit. What is it?